سنوضح الآن الخطوات العملية لكيفية استخدام فواتير المبيعات النقدية. الآن نقوم بضرب مثال بسيط لفواتير المبيعات النقدية. المثال الأول: تم بيع الأصناف التالية لمحلات هاي تيك التجارية نقدا من المخزن الرئيسي. أسماء الأصناف الظاهرة أمامكم، الكمية، ثم سعر البيع بالدولار، ثم المخزن الذي تم البيع منه. الآن سنقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات النقدية على النحو التالي. نقوم بالضغط على زر الإضافة واختيار نقدا، ثم تحديد رقم المخزن، المخزن الرئيسي، ثم رقم الفاتورة. يتم التحرك إما بالتاب أو بالماوس، ونقوم بإدخال اسم العميل محلات هاي تيك التجارية، وبعد إدخال الاسم نقوم باختيار الصندوق، طبعا المبيعات بالدولار، صندوق دولار. نتحرك بالتاب أو بالماوس، نلاحظ ظهور سعر الصرف بالنسبة للصندوق دولار، أي أن عملة الفاتورة سوف تكون بالدولار. الآن نقوم بإدخال البيان الذي هو عبارة عن مبيعات توضيحية، يعني بيان توضيحي مبيعات نقدية لمحلات هاي تيك التجارية. هذا البيان سوف يظهر في كشف الصندوق دولار عند طباعته في التقارير. وبعد إدخال البيان، الآن نقوم بإدخال واختيار الأصناف التي سيتم بيعها. هناك عدة طرق لإنزال واختيار والبحث على الأصناف المراد بيعها. الطريقة الأولى: في حالة كان لديك عدد كبير جدا من الأصناف، فإن أفضل طريقة وأسهل طريقة هو أن يتم البحث عن طريق اسم الصنف. ما عليك إلا الذهاب إلى اسم الصنف وإدخال رمز النجمة، ثم تقوم بكتابة اسم الصنف أو جزء من اسم الصنف، مثلا تلفونات جالاكسي، نكتب جالاكسي، ثم الضغط على F5 أو F6. نلاحظ ظهور أي صنف يحتوي على كلمة جالاكسي. سوف نبدأ بالتلفون جالاكسي سامسونج S4، نقوم باختياره. نلاحظ ظهور الكميات المتوفرة من هذا الصنف التي هي 775 حبة. نقوم بالضغط على مرتين واختياره وإنزاله، ثم التحرك بالتاب أو الماوس، ونقوم بإدخال الكمية، مثلا 10 حبات. سعر البيع 700 دولار. سوف يظهر الإجمالي مباشرة لعشر حبات. الطريقة الثانية لاختيار وإنزال الأصناف هو أن نقوم بحفظ رقم المجموعة التي ينتمي إليها الصنف، أو إدخال جزء من رقم الصنف، مثلا 001 هذا هو مجموعة تلفونات. نقوم بكتابته ثم الضغط على F5 أو F6. نلاحظ ماذا؟ ظهور جميع الأصناف التي تنتمي إلى هذه المجموعة. سوف نختار تلفون آيفون 5، ونقوم بإدخال الكمية في عمود الكمية، 8 حبات أو 7 حبات. التكلفة 710 دولار. التحرك بالتاب. الطريقة الأخيرة: في حالة كنت حافظ لرقم الصنف، تقوم بإدخاله مباشرة، 001 مثلا 002، سوف يظهر مباشرة. الكمية 3 حبات. التكلفة 250 دولار. نلاحظ ظهور إجمالي الفاتورة في أسفل الشاشة. الآن نقوم بعملية الحفظ والتأثير الكمي على المخازن. بمجرد الحفظ فإن المخازن تتأثر كميا، أي أن المخازن سوف تنقص بمقدار هذه الكميات. هذا بمجرد الحفظ يتم التأثير الكمي على المخازن. أما التأثير المالي والمحاسبي على الحسابات فلا يتم إلا من خلال الترحيل، ويتم الترحيل من إدارة الحسابات. نخرج الآن من فاتورة المبيعات خروج، ونذهب إلى إدارة الحسابات، الترحيل، فواتير المبيعات النقدية، ونقوم باختيار طريقة الدفع نقدا، ونضغط على فاتورة مرتين حتى تظهر، نقوم بالتأشير على ترحيل. إذا ما أردنا استعراض الفاتورة قبل ترحيلها والتأكد من الأصناف، ما عليك إلا الضغط على التاريخ ثم بالزر الأيمن. نلاحظ ظهور أسماء الأصناف، الكميات، السعر الإجمالي. الآن نقوم بالضغط على زر ترحيل،
يتساءل البعض، ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا في فواتير المبيعات النقدية؟ ولمعرفة ذلك القيد نعود إلى المثال الخاص بنا. سوف يكون القيد على الشكل الظاهر أمامنا، من مذكورين بالطرف المدين، من حساب تكلفة المبيعات، ومن حساب الصندوق دولار، إلى مذكورين مخزون الجوالات، وإلى حساب المبيعات إيرادات المبيعات. أي أنه قيد مركب يتكون من قيد تكاليفه، عبارة عن من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب المخزون، وقيد مالي من حساب الصندوق دولار إلى حساب المبيعات إيرادات المبيعات. ولمعرفة القيد الذي ينفذ النظام آليا في نظام سوفت، ما علينا إلا العودة مرة أخرى إلى إدارة الحسابات، قرير اليومية العامة، نوع المستند فواتير مبيعات، نوع الفاتورة نقدا، ثم نقوم بالطباعة. نلاحظ ظهور القيد المحاسبي التالي، طبعا نفذه النظام آليا، من مذكورين طرف مدين، حساب تكلفة المبيعات ريالي، حساب صندوق دولار، إلى مذكورين طرف دائن المخزون، والمبيعات بين قوسين إيرادات المبيعات. أي أن القيد المحاسبي من مذكورين من حساب تكلفة المبيعات الصندوق طرف مدين، إلى مذكورين مخزون الجوالات وإيرادات المبيعات طرف دائن. نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات في إدارة المبيعات. في بعض الأحيان عندما تقوم بإدخال فاتورة مثلا بالعملة دولار، وتقوم بعملية الحفظ، وعند محاولة الترحيل من إدارة الحسابات الترحيل فواتير المبيعات نقدا مثلا، ترحيل، عند الترحيل نلاحظ ظهور الرسالة التالية، يجب إدخال رقم حساب المبيعات للمجموعة 001. عند ظهور هذه الرسالة، ومن أجل أن نقوم بعملية حل هذه الرسالة، لابد أولا أن نفهم معنى الرسالة. هذه الرسالة تقول أن هناك إيرادات مبيعات للمجموعة 001 في الفاتورة غير موجود، يجب إدخاله. طبعا الفاتورة هي بالدولار، لذلك ومن أجل حل هذه الرسالة لابد أن نتبع خطوتين. الخطوة الأولى أن نقوم بإضافة إيرادات المبيعات بالدولار في الدليل المحاسبي في جانب الإيرادات. الخطوة الثانية أن نذهب إلى شاشة بيانات المجموعات في إدارة المخزون، ونقوم بإضافة حساب المبيعات. إذن سوف نبدأ الآن بالخطوة الأولى من أجل حل هذه الرسالة عند الترحيل. نقوم بالضغط على موافق، ونذهب إلى المدخلات، الدليل المحاسبي، بحث 4 الذي هو رقم الإيرادات، ثم F9. نبحث الآن على إيرادات المبيعات، إيرادات المبيعات، نلاحظ أن إيرادات المبيعات بالريال فقط، لذلك لابد أن نقوم بإضافة المبيعات بالدولار بعملة الفاتورة. نقوم بالضغط على زر الإضافة، ونقوم بإدخال رقم الإيراد بالدولار 4. طبعا المبيعات ريال 101 بينما الدولار 02 الذي يليه. الحساب الرئيسي له هو الحساب الظاهر أمامكم 411، ثم نكتب مبيعات بالدولار أو إيراد مبيعات بالدولار، نوع الحساب فرعي، عملة الحساب دولار، ثم الحب. هذه الخطوة الأولى، أن نضيف إيرادات المبيعات بعملة الفاتورة أي بالدولار. الخطوة الثانية هو الذهاب إلى إدارة المخزون، المدخلات الأساسية، بيانات المجموعات، نقوم بالبحث عن المجموعة 001، ثم التعديل. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حساب المبيعات غير موجود في شاشة بيانات المجموعات الرئيسية، المجموعات التلفونات سامسونج جالاكسي والآيبادات، لذلك لابد أن نقوم بإضافة حساب المبيعات، ويتم ذلك بالضغط على F9 والبحث على الإيرادات، إيرادات المبيعات، إيرادات المبيعات، نقوم بإدخاله.
الآن نقوم بعملية الحفظ. الآن نكون قد قمنا بحل الرسالة اللي ظهرت سابقا. فإذا ما ذهبنا مرة أخرى إلى إدارة الحسابات، الترحيل، المبيعات، نقدا، والتأشير على ترحيل، نلاحظ أن الفاتورة تترحل لأنه تم حل الرسالة السابقة بإضافة إيرادات المبيعات بالدولار بعملة الفاتورة في الدليل المحاسبي في جانب الإيرادات، وإضافته في شاشة بيانات المجموعات الرئيسية. سنوضح الآن مثال على فواتير المبيعات النقدية في حالة منح كميات مجانية عند البيع. نقوم الآن بضرب مثال بسيط. المثال: تم بيع الأصناف التالية لشركة تكنولوجي مودر نقدا من مخزن المعرض. أسماء الأصناف الظاهرة أمامكم، الكميات المجانية، أي أنه تم منح هذه الشركة حبتين من تلفون سامسونج جالاكسي اس 3 مجانا. سعر البيع مخزن المعرض. الآن نذهب لإدخال هذه البيانات في فاتورة المبيعات. ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة، اختيار نوع الفاتورة نقدا، رقم المخزن مخزن المعرض، تحرك برقم الفاتورة، ثم نقوم بكتابة اسم العميل شركة تكنولوجي مودرن، ونختار الصندوق دولار، والتحرك بزر التاب أو بالماوس. نلاحظ ظهور سعر التحويل وعملة الفاتورة دولار، ونقوم بكتابة البيان الذي سوف يظهر في كشف حساب الصندوق دولار مبيعات نقدية لشركة تكنولوجي مودرن مثلا. ونقوم الآن بإنزال الأصناف التي سيتم بيعها لهذه الشركة. هناك طريقتين أو أكثر من طريقة لإنزال الأصناف، إما عن طريق اسم الصنف، ادخل رمز النجمة ونكتب مثلا سامسونج، ادخال اسم الصنف كامل أو جزء من اسم الصنف، ثم الضغط على F5 و F6. نلاحظ ظهور الأصناف التي تحتوي على كلمة سامسونج، تلفون سامسونج جالاكسي S3 مثلا، التحرك بالتاب، تحديد الكمية 10 حبات، وإدخال الكمية المجانية من تلفونات سامسونج جالاكسي S3 حبتين، ثم نقوم بإدخال سعر البيع 450 دولار كمثال، ثم ننتقل إلى الصنف الثاني ونقوم بالبحث عنه بالطريقة الأخرى، إدخال جزء من رقم الصنف مثلا 001 ثم F5 و F6، اختيار مثلا تلفون HTC، التحرك بالتاب أو بالماوس، وإدخال الكمية المباعة 3 حبات، ثم إدخال سعر البيع 430 دولار كمثال. الطريقة الأخيرة من طرق البحث هي إدخال رقم الصنف كاملا 001 شرطة مثلا 002، كمية المباعة حبة مثلا، سعر البيع 300 دولار. الآن نقوم بعمليات الحفظ. إذا ما أردنا مثلا طباعة هذه الفاتورة، ما عليك إلا الضغط على زر الطابعة. في حالة كان لديك طابعة تقوم بالضغط على نعم. في حالة أردت فقط استعراض الفاتورة نضغط على لا. تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامك، المطلوب من الأخ شركة تكنولوجي مودرن، ثم يظهر لك الأصناف، الكميات المجانية، وإجمالي مبلغ الفاتورة. طبعا بمجرد الحفظ يتأثر المخزن كميا، أما التأثير المالي والمحاسبي فلا يتم إلا بعد عملية الترحيل.
ويتم الترحيل من إدارة الحسابات. نخرج الآن من فواتير المبيعات، نذهب إلى إدارة الحسابات، الترحيل، فواتير المبيعات، ونختار طريقة الدفع نقدا، ثم نختار الفاتورة المراد ترحيلها، ونقوم بالتأشيرة على ترحيل. إذا ما أردنا استعراض الفاتورة ومعرفة الأصناف التي تحتويها، نضغط عند التاريخ وبالزر الأيمن نلاحظ ظهور الأصناف مع الكميات. الآن نقوم بعملية الترحيل. يتساءل البعض، ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه نظام يمن سوفت آليا؟ إذا ما عدنا إلى المثال الخاص بنا، وجدنا أن القيد المحاسبي الذي سينفذه النظام آليا يكون على النحو التالي. طبعا قيد مركب من مذكورين، من حساب تكلفة المبيعات، من حساب الصندوق دولار، من حساب الترويج بين قوسين الكميات المجانية، إلى مذكورين طرف دائن، حساب مخزون الجوالات، حساب المبيعات أو إيرادات المبيعات. أي أن حساب تكلفة المبيعات وحساب الترويج يقابل حساب مخزون الجوالات، بينما حساب الصندوق دولار أو ريال يقابل حساب المبيعات أو إيرادات المبيعات. ولمعرفة القيد المنفذ آليا في نظام يمن سوفت، نعود مرة أخرى إلى إدارة الحسابات، نخرج، ندخل حسابات، نقوم بالدخول إلى التقارير اليومية العامة، نوع المستند فاتورة مبيعات، نوع الفاتورة نقدا. نستطيع أن نحدد رقم الفاتورة مباشرة أو أن نقوم بالطباعة. نلاحظ ظهور الفاتورة الأخيرة الخاصة بنا، فاتورة المبيعات بالقيد المحاسبي التالي، من مذكورين طرف مدين، تكلفة المبيعات، الترويج حساب الترويج الكميات المجانية، صندوق دولار طرف مدين، شوف مبيعات نقدية لشركة تكنولوجي، إلى مذكورين المبيعات طرف دائن، مخزون تلفونات الجوالات. أي أن تكلفة المبيعات والترويج يقابلوا في الطرف الدائن مخزون تلفونات الجوالات. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات. في بعض الأحيان عند عمل فاتورة مبيعات، سواء أكانت نقد أو آجل، ومنح كميات مجانية أي كميات ترويجية، وعند الحفظ والذهاب إلى إدارة الحسابات للترحيل، ترحيل الفاتورة آجل، نلاحظ ظهور الرسالة التالية، المجموعة 001 ليس لها حساب ترويج بالعملة. يقصد بهذه الرسالة أن مجموعة 001 التي مجموعة التلفونات والآيبادات ليس لها حساب ترويج أي كميات مجانية بالدولار. ولحل هذه الرسالة لابد أولا أن نقوم بإضافة حساب الترويج بين قوسين الكميات المجانية في الدليل المحاسبي بالدولار أو بعملة الفاتورة. إذا كانت الفاتورة ريال سعودي نضيف ترويج بالريال السعودي، درهم إماراتي نضيف درهم إماراتي، وهكذا. إذن الخطوة الأولى لحل هذه الرسالة أن نقوم بإضافة حساب الترويج الكميات المجانية بالدولار في الدليل المحاسبي. الخطوة الثانية الذهاب إلى بيانات المجموعات في إدارة المخزون والتأكد من وجود حساب الترويج في تلك الشاشة، أي في شاشة بيانات المجموعات. إذن نذهب الآن إلى الدليل المحاسبي لإضافة حساب الترويج، المدخلات الأساسية، الدليل المحاسبي، يتم البحث على الترويج من خلال الضغط على زر البحث، ثم ثلاثة حساب مصروف. طبعا الترويج يعتبر حساب مصروف كمية مجانية. الترويج الكميات المجانية نقوم بفتحه، نلاحظ وجود الكميات المجانية الترويجية بالريال ولا يوجد بالدولار. إذن نقوم بإضافة الكميات المجانية بين قوسين الترويج بعملة الفاتورة بالدولار. يتم الضغط على زر الإضافة ثم إدخال رقم الترويج 3110600002، لأنها رقم 1001
بالريال يمني، هذا بالدولار يكون 2. الحساب الرئيسي له 3، 1106 هذا الحساب الرئيسي له. نقوم بإدخال اسم، بالدولار طبعا، نوع الحساب فرعي، عملة الفاتورة دولار، ثم نقوم بعملية الحفظ. طبعا هذه الخطوة الأولى، إضافة كميات مجانية بالدليل المحاسب بعملة الفاتورة بالدولار. الخطوة الثانية، الخروج من إدارة الحسابات، الذهاب إلى إدارة المخزون، الخلايا الأساسية، بيانات المجموعات، والبحث على المجموعة 001، مجموعة تلفون الإبابات، نقوم بالضغط عليها مرتين ثم التعديل. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حساب الترويج ليس مضافا في هذه الشاشة، لذلك لابد أن نقوم بإضافة حساب الترويج، ويتم ذلك بالضغط على F9 والبحث على حساب الترويج. طبعا حساب رئيسي الترويج كمية مجاني، نقوم بالضغط عليه مرتين ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن إذا ما عدنا مرة أخرى إلى ترحيل الفاتورة في إدارة الحسابات الفواتير، آجل، نلاحظ أن الفاتورة سوف تترحل بكل بساطة ولن تظهر الرسالة السابقة. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات، إدارة المبيعات، العمليات، فواتير المبيعات. سنوضح الآن مثال آخر على فواتير المبيعات النقدية مع منح، تخفيض أو خصم مسموح به عند البيع نقدا لأحد العملاء. نقوم الآن بضرب مثال بسيط حول فواتير المبيعات النقدية مع عمل تخفيض أو خصم للعميل عند شراء نقدان. المثال: تم بيع الأصناف التالية للعميل معين البعداني نقدا من مخزن المعرض: أسماء الأصناف، الكميات، سعر البيع طبعا بالريال اليمني من مخزن المعرض. وقد تم منح العميل معين البعداني تخفيض خصم مسموح به بنسبة 2% من إجمالي الفاتورة. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فاتورة المبيعات وعمل التخفيض اللازم. ما علينا إلا الضغط على زر الإضافة، نقدا، ونحدد المخزن. يتم التحرك بالتاب أو بالماوس وكتابة اسم العميل، ثم نحدد الصندوق، صندوق ريال يمني، ثم مبيعات نقدية للعميل معين البعداني. الآن نقوم بإنزال الأصناف، يتم إدخال أرقام الأصناف 00 مثلا 1، ثم F5 وF6، تلفون HTC، إدخال الكمية 5 حبات، التكلفة 95,000 ريال كمثال. الطريقة الثانية لإنزال الأصناف، البحث عن طريق الاسم. سوف نقوم بعمل مجموعة طرق للبحث عن الأصناف من أجل التعود: آيفون، ثم F5 وF6 مباشرة سوف يظهر. ندخل الكمية 4 حبات، 145,000 ريال. الآن نستطيع منح هذا العميل تخفيض إما على إجمالي الفاتورة كاملة، أو هناك تخفيض على مستوى الصنف. نحن سنقوم بعمل تخفيض على مستوى الفاتورة. هناك نوعان من التخفيض، إما نسبة يعني 2% 3% أو كقيمة يعني مثلا 10,000 5,000 وهكذا. نحن سنقوم بعمل التخفيض كنسبة مثلا 2%. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن إجمالي الفاتورة قبل التخفيض
وإجمالي النهائي بعد عملية التخفيض. أما مقدار التخفيض طلع بهذا المبلغ 21,100. الآن سنقوم بعملية الحفظ من أجل التأثير الكمي وخروج تلك الكميات، مجرد الحفظ من أجل طباعة الفاتورة. ما عليك إلا الضغط على زر الطباعة. هل تريد إرسال نريد فقط الاستعراض الآن وليس الطباعة؟ لا. تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامنا. المطلوب من أخ داني مبلغ الفاتورة، ثم الخصم المسموح به أو التخفيض، ثم المبلغ النهائي أو المبلغ النهائي. الآن نقوم بعمليات التأثير المالي والمحاسبة من خلال الترحيل. الذهاب إلى إدارة الحسابات، الترحيل، الدخول إلى فواتير المبيعات النقدية، طريقة الدفع نقدا، الفاتورة، ونقوم بالتأشير عليها، ثم الضغط على زر الترحيل. ولمعرفة القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام آليا، نعود إلى مثالنا السابق. سوف يكون القيد المحاسبي طبعا قيد مركب من حساب طرف مدين، تكلفة المبيعات، ويقابلها إلى حساب المخزون الجوالات، ومن مذكوري من حساب الصندوق ريال، والخصم المسموح به، ويقابل حساب المبيعات إيرادات المبيعات. أي أن القيد المحاسبي من حساب تكلفة المبيعات والصندوق والخصم المسموح به طبعا طرف مدين إلى مذكورين حساب المخزون الجوالات وحساب المبيعات. طبعا الخصم المسموح به يتم التعامل معه على أنه مصروف، والمصروف حينما يزيد يكون دائما مدين. إذا ما ذهبنا الآن إلى إدارة الحسابات، التقارير اليومية العامة لمعرفة القيد المنفذ آليا، فواتير المبيعات، وقمنا بتحديد رقم الفاتورة، مثلا الفاتورة رقم 4، ثم الطباعة، سوف يكون القيد المحاسبي الظاهر أمامنا من مذكورين: تكلفة المبيعات، الخصم المسموح به، حساب الصندوق طرف مدين إلى مذكورين، المبيعات، ومخزون التلفونات الجوال. طبعا الخصم المسموح به والصندوق ريال يمني يقابل إيرادات المبيعات، بينما تكلفة المبيعات يقابل انخفاض في مخزون التلفونات الجوالة. في بعض الأحيان عند عمل فاتورة بالآجل أو نقدا ومنح العميل تخفيض أو خصم مسموح به، وعند حفظ الفاتورة والذهاب إلى التأثير المالي والمحاسب من خلال الترحيل من إدارة الحسابات، قائمة الترحيل، فواتير المبيعات، واختيار الفاتورة، وعند الترحيل سوف تظهر الرسالة التالية: المجموعة 005 ليس لها حساب تخفيض بالعمرة. هذه الرسالة معناها أن مجموعة الحليب أو مجموعة الدقيق أو أي مجموعة في فاتورة المبيعات ليس لها حساب خصم مسموح به بالدليل المحاسبي. الفاتورة تحتوي على خصم مسموح به، إلا أنه في الدليل المحاسبي لا يوجد هناك خصم مسموح به بعملة الفاتورة. إذن لحل هذه الرسالة لابد أن نتبع خطوتين: الخطوة الأولى إضافة حساب الخصم المسموح به في الدليل المحاسبي بالريال بعملة الفاتورة، فإذا ما كانت العملة بالدولار نقوم بإضافة الخصم المسموح به بالدولار. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نقوم بالتأكد من إضافة حساب الخصم المسموح به في شاشة بيانات المجموعات في إدارة المخزون. إذا نبدأ بالخطوة الأولى، إضافة الخصم المسموح به في الدليل المحاسبي على النحو التالي. موافق. نذهب إلى المدخلات، الدليل المحاسبي. طبعا الخصم المسموح به يعتبر مصروف، أي رقم 3. إذا نقوم بالبحث على رقم 3 ثم F9، ونبحث على حساب الخصم المسموح به، مصاريف النشاط الجاري. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حساب الخصم المسموح به حساب رئيسي، أي أنه لا يحتوي أو لا يتفرع منه حساب خصم مسموح به فرعي بالريال. إذن لابد أن نقوم بإضافة حساب الخصم المسموح به بعملة الفاتورة بالريال من هذا الحساب الرئيسي. ما علينا إلا الضغط على زر الإضافة وإضافة الحساب الخصم المسموح به 311004، هذا الحساب الرئيسي، ثم نضيف
001 هذا أول حساب سوف نفرغ من الحساب الرئيسي الخاص باسمه به. الحساب الرئيسي 311 04، ثم كتابة اسم الحساب الخصم المسموح به ريالي، نوع الحساب فرعي، ونختار عملة الحساب ريال، ثم نقوم بعملية الحفظ. هذه الخطوة الأولى، إضافة حساب الخصم المسموح به في الدليل المحاسبي. الخطوة الثانية، الذهاب إلى إدارة المخزون، المدخلات الأساسية، بيانات المجموعات، والبحث على المجموعات التي في الفاتورة كي نتأكد أن حساب الخصم المسموح به مضاف في هذه الشاشات. ما عليك إلا الضغط على زر البحث، نتأكد مثلا من مجموعات الحليب، تعديل. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن حساب الخصم المسموح به لم يتم إضافته في شاشة بيانات المجموعات الرئيسية. نقوم الآن بإضافته، وذلك بالضغط على F9 والبحث في الدليل المحاسبي على حساب الخصم المسموح به، ثم الحفظ. الآن نبحث على المجموعة الأخرى وهي مجموعة الدقيق، بحث المجموعة 005. نلاحظ كذلك نفس المشكلة، حساب الخصم المسموح به غير مضاف في هذه الشاشة. إذن بعد إضافته في الدليل المحاسبي لابد من إضافته في هذه الشاشة. نقوم بالضغط على زر التعديل، ثم الضغط على F9 والبحث على حساب الخصم المسموح به، طبعا حساب رئيسي، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن إذا ما ذهبنا من أجل التأثير المالي والمحاسبي على الفاتورة من خلال الترحيل، الترحيل في إدارة فواتير المبيعات، طريقة دفع آجل، الفاتورة نؤشر على ترحيل، نلاحظ أن الفاتورة ستترحل بكل سهولة وبساطة، ولن تظهر تلك الرسالة مرة أخرى. نقوم بهذا، قد حللنا رسالة أن المجموعة 005 أو أي مجموعة ليس لها حساب تخفيض بعملة الفاتورة في الدليل المحاسبي في شاشة بيانات المجموعات. نعود مرة أخرى إلى فواتير المبيعات. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات. العمليات، فواتير المبيعات. سنوضح الآن مثال على بيع الأصناف وإدخال تواريخ الانتهاء الخاصة بها. الآن نقوم بعمل مثال بسيط. تم بيع الأصناف التالية لسوبر ماركت ضمران نقدا من المخزن الرئيسي، اسم الصنف الظاهر أمامنا، الكمية، الوحدة، سعر البيع للأصناف، ثم تواريخ الانتهاء الخاص بكل صنف. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات النقدية. نقوم بالضغط على زر الإضافة، نقدا، نحدد رقم المخزن، المخزن الرئيسي. نقوم بكتابة اسم العميل الذي تم البيع له نقدا، سوبر ماركت ضمران. نحدد الصندوق، صندوق ريال يمني. ثم نحدد في البيان مبيعات مواد غذائية نقدا لسوبر ماركت ضمران. طبعا البيان سوف يظهر في كشف حساب الصندوق وفي البيان الخاص بفاتورة المبيعات، إذن هو مهم. الآن نقوم بإنزال الأصناف المراد بيعها وإدخال تواريخ الانتهاء الخاص بها. هناك عدة طرق، الطريقة الأولى البحث عن طريق الاسم، نقوم فقط بإدخال رمز النجمة، ثم نكتب مثلا حليب نيدو، نكتب فقط نيدو، اسم الصنف كامل أو جزء من اسم الصنف، ثم الضغط على F5 أو F6. نلاحظ ظهور اسم الصنف مباشرة والكمية المتوفرة من هذا الصنف الذي هي 457 علبة. نقوم بالضغط عليه مرتين، ثم التحرك بزر تاب أو بالماوس وإدخال الكمية مثلا 30 علبة، وإدخال سعر البيع مثلا 4500 ريال، ثم نقوم بإدخال تاريخ الانتهاء في هذا الحقل. طبعا نلاحظ وجود تاريخين مختلفين ووجود كميتين مختلفتين، فالكمية الأولى 59 علبة سوف تنتهي بتاريخ 29/6/2015، بينما الكمية الثانية التي هي 398 علبة سوف تنتهي بتاريخ 13/8/2015. طبعا البيع سوف يبدأ
بالكمية القريبة الانتهاء. إذا نختار الكمية الأولى ونتحرك بالتاب أو بالماوس. الآن نقوم بإنزال صنف ثاني، ندخل رمز النجمة مثلا عصير سيزر، نكتب سيزر عصير سيزر، ثم F65، نلاحظ ظهور اسم الصنف مباشرة والكمية المتوفرة منه. نقوم بالضغط عليه مرتين، التحرك بالتاب أو بالماوس، إدخال الكمية 45 كرتون، التكلفة 3750 ريال. ثم نقوم باختيار تاريخ الانتهاء الخاص به، نلاحظ كذلك وجود تاريخين، نبدأ بالتاريخ الأقرب إلى الانتهاء هو التاريخ الأول، والكمية المتوفرة منه 209 حبات، نضغط عليه مرتين ونختاره. الآن ندخل ونختار الصنف الثالث. هناك طريقة أخرى للبحث على الأصناف من خلال رقم الصنف، نقوم بإدخال فقط رقم الصنف ثم F65، نلاحظ ظهور الأصناف في هذه المجموعة، مجموعة الدقيق، نختار مثلا دقيق السنابل، إدخال الكمية مثلا 20 كيس، التكلفة 6500 ريال. ثم نقوم باختيار تاريخ الانتهاء الخاص به، التاريخ الأقرب إلى الانتهاء ويتكون والذي هو عبارة عن 425 كيس، نختاره. الآن نقوم بعملية الحفظ والاستعراض الفاتورة وطباعتها، نقوم بالضغط على زر الطابعة من أجل الاستعراض فقط، نقوم بالضغط على لا. سوف تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم، المطلوب من سوبر ماركت ضمران، اسم الصنف، الكمية، التكلفة. الآن أثرنا كميا على المخازن بمجرد الحفظ، أي أن المخزن نقص بالكميات الموجودة أمامكم. أما التأثير المالي فلا يتم إلا من خلال الترحيل من إدارة الحسابات. نخرج الآن من فواتير المبيعات ونذهب إلى إدارة الحسابات، الترحيل، فواتير المبيعات، طريقة الدفع نقدا، ثم نختار الفاتورة الخاصة بنا، الفاتورة الأخيرة، ولاستعراض الفاتورة بالزر الأيمن نلاحظ أن الفاتورة الخاصة بنا. الآن نقوم بعملية الترحيل. يتساءل البعض، ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا؟ لمعرفة ذلك القيد الخاص بهذه الفاتورة يتم الدخول إلى إدارة الحسابات طبعا، التقارير، اليومية العامة، ثم نختار نوع المستند فواتير مبيعات، نوع الفاتورة نقدا، ونقوم بإدخال رقم الفاتورة. بعد إدخال رقم الفاتورة نقوم بالضغط على طباعة، سوف يظهر القيد المحاسبي الخاص بهذه الفاتورة على هذا النحو. طبعا القيد المحاسبي في فواتير المبيعات هو عبارة عن قيد مركب من مذكورين من حساب تكلفة المبيعات، الصندوق، طرف مدين، إلى مذكورين حساب المخزون دائن والمبيعات دائن. يتساءل البعض، نلاحظ تكرر حساب تكلفة المبيعات 3 مرات وتكرر حساب المخزون 3 مرات والمبيعات، لماذا؟ السبب في ذلك يعود إلى أنه في فاتورة المبيعات توجد لدينا 3 مجموعات، مجموعة الحليب ومجموعة العصائر ومجموعة الدقيق. لذلك في فواتير المبيعات في القيود اليومية الخاصة بفواتير المبيعات التي تحتوي على أكثر من مجموعة، نلاحظ أن الحسابات الخاصة بالتكلفة والمخزون والإيرادات تتكرر 3 مرات، وهذا التكرار يحدد لي المبلغ الخاص بكل مجموعة. فتكلفة المبيعات تخص المجموعة رقم 3 التي مجموعة الحليب والمبلغ الخاص بها، وتكلفة المبيعات المجموعة رقم 4 الخاصة بالعصائر، وهكذا كذلك المبيعات، إيراد المبيعات المرتبطة بالمجموعة رقم 4 الخاصة مثلا بالدقيق والعصائر والحليب. إذن القيد المحاسبي دائما هم مذكورين من حساب تكلفة المبيعات، الصندوق، إلى مذكورين المخزون وإيراد المبيعات. أما تتكرر الحسابات 3 مرات بسبب تكرر المجموعات أو وجود أكثر من مجموعة في فاتورة المبيعات. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات، فواتير المبيعات،
سنوضح الآن مثال لفواتير المبيعات النقدية للأصناف التي تحتوي على ما يسمى بالسيريال نمبر أو الأرقام التسلسلية. الآن نعرض مجموعة من الصور توضح ماذا يقصد بالسيريال نمبر، الأرقام التسلسلية. السيريال نمبر هو الظاهر أمامكم، طبعا S اختصار سيريال، N اختصار نمبر، قد يكون عبارة عن أرقام وحروف وقد يكون أرقام. الفائدة من السيريال نمبر هو متابعة ومراقبة كل صنف يتم إنتاجه سواء في المصانع أو مراقبة الأصناف التي يتم بيعها ومعرفة العملاء الذين تم البيع لهم بناء على أرقام التسلسلية للأصناف. كذلك إذا ما قام العميل برد صنف تم بيعه مسبقا نستطيع معرفة أن هذا الصنف هو نفسه الذي تم بيعه لهذا العميل من خلال السيريال نمبر الخاص به. عادة ما توجد الأرقام التسلسلية أو السيريال نمبر في الأجهزة الإلكترونية المختلفة، في الأجهزة الكهربائية المختلفة، في الآلات، في المعدات الإلكترونية، في الهواتف النقالة المختلفة. نعرض الآن صور أخرى توضح الفكرة. الآن نضرب مثال بسيط للأرقام التسلسلية الخاصة بالأصناف وكيف يمكن إدخال الأصناف التي تحتوي عليها في فواتير المبيعات النقدية. تم بيع الأصناف التالية لمحلات الجابري بالدولار نقدا من المخزن الرئيسي. اسم الأصناف الظاهرة أمامكم، الكميات، الوحدة، سعر البيع، الرقم التسلسلي السيريال نمبر. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات النقدية على النحو التالي. نقوم بالضغط على زر الإضافة، نختار نوع الفاتورة نقدا، المخزن الرئيسي، ونقوم بكتابة اسم العميل الذي تم البيع له محلات الجابري التجارية، ونحدد الصندوق دولار، تحرك بالتاب يظهر سعر الصرف أي أن عملة الفاتورة دولار. نقوم بكتابة البيان مبيعات نقدية لمحلات الجابري التجاري عبارة عن تلفزيونات سوني مختلفة. نقوم الآن بإنزال الأصناف المراد بيعها ويتم البحث عنها إما من خلال الاس، نقوم أولا إدخال رمز النجمة ثم كتابة اسم الصنف أو جزء من اسم الصنف مثلا سوني، ثم F5 أو F6 نضغط، ثم نختار الصنف المراد بيعه، ثم التحرك بالتاب، وعند السيريال نمبر نقوم بالضغط على هذا المربع مرتين، تظهر الأرقام التسلسلية الخاصة بالأصناف المراد بيعها. مثلا نريد نبيع حبار، رقم التسلسل الخاص به هو هذا، نقوم بالتأشير عليه أو كتابته في هذا الحقل، موافق. نلاحظ ظهور الكمية مباشرة، إدخال سعر البيع 600 أو 750 دولار. الآن نقوم ببيع صنف آخر، نقوم بالبحث عنه بطريقة أخرى عن طريق رقم الصنف 006-002، يظهر اسم الصنف، نقوم بالضغط على الحقل الخاص بالسيريال نمبر ونختار الصنف المراد بيعه مثلا هذا الصنف أو هذا الرقم التسلسلي، ثم الضغط على موافق حبة. طبعا نقوم بكتابة سعر البيع 150 دولار. إذا ما أردنا استعراض وعرض الأرقام التسلسلية نقوم بالضغط على هذا الزر، نلاحظ ظهور الأرقام التسلسلية المراد بيعها، ثم نقوم الآن بعملية الحفظ والاتباعات الفاتورة، نقوم بالضغط على زر الطباعة من أجل استعراض الفاتورة فقط. لا تظهر الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم، محلات الجابري التجارية، اسم الصنف، الكمية، السعر. الآن نقوم بالترحيل والتأثير المالي لفاتورة المبيعات في إدارة الحسابات، لأنه بمجرد الحفظ تتأثر المخازن كميا أي تنقص، أما التأثير المالي والمحاسبي فيتم من الترحيل. نخرج من إدارة المبيعات، نذهب إلى إدارة الحسابات، ترحيل،
فواتير المبيعات، طريقة الدفع نقدا، ثم نختار الفاتورة. ومن أجل استعراض الفاتورة قبل ترحيلها والتأكد من الأصناف الموجودة فيها، نضغط بالزر الأيمن هنا، نلاحظ ظهور الفاتورة مع الأصناف وسعر البيع. نقوم الآن بالترحيل. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات، فواتير المبيعات. يتساءل بعض العملاء، هل بالإمكان البيع في هذه الفاتورة لكن من أكثر من مخزن؟ الجواب نعم. سوف نوضح الآن مثال بسيط كيف يتم ذلك. أمامكم مثال تم بالأصناف التالية لسوبر ماركت شميلة هاري، نقدم المخازن التالية: حليب نيدو، الكمية، السعر، تاريخ الانتهاء، المخزن الرئيسي. أما بقية الأصناف: عصير سيزر والدقيق السنابل، الكمية، الوحدة، الأسعار، تواريخ الانتهاء، من مخزن المعرض. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في فواتير المبيعات. نقوم بالضغط على زر الإضافة، نختار نقدا. لا يتم تحديد في هذا الحقل أي رقم مخزن كي نستطيع في هذا العمود اختيار المخازن المختلفة التي تم البيع منها. رقم الفاتورة، نقوم بكتابة اسم العميل سوبر ماركت شميلة هاري، نختار الصندوق ريال، نتحرك بالتاب، البيان مبيعات مواد غذائية نقدا لسوبر ماركت شميلة هاري. الآن نقوم بإنزال الأصناف. يتم البحث مثلا عن طريق الاسم، ادخال رمز النجمة، مكتوب نيدو مثلا، ثم F5 أو F6، حليب نيدو. نتحرك بالتاب أو بالماوس، نقوم باختيار المخزن المراد البيع منه، مثلا المخزن رقم 1. ولمعرفة الكميات المتوفرة في كل مخزن، نقوم بالضغط على السهم الأسود. نلاحظ في المخزن رقم 1 المخزن الرئيسي يظهر الكمية، وكذلك في المخزن الفرعي مخزن المحل يظهر إيش؟ الكمية المتبقية. نقوم بإدخال كمية مثلا 30 حبة كمثال. التكلفة 4300 ريال كمثال. نقوم باختيار تاريخ الانتهاء، نلاحظ هناك تواريخ انتهاء مختلفة، نختار التاريخ الأقرب إلى الانتهاء. الآن نقوم بإنزال صنف آخر عن طريق الرقم إذا ما أردنا البحث عن طريق الرقم، ثم F5 و F6، عصير سيزر برتقال، نتحرك بالتاب، مثلا من المخزن رقم 2. ولمعرفة الكميات المتوفرة في كل مخزن من هذا الصنف، نضغط على السهم الأسود، نلاحظ ظهور الكميات في كل مخزن. نقوم بإدخال الكمية مثلا 25 أو 26 كرتون. التكلفة 3800 ريال كمثال. ثم نحدد تاريخ الانتهاء ونختاره مباشرة. الصنف الأخير البحث عن طريق الاسم مثلا دقيق السنابل، نكتب فقط إيش؟ السنابل F5 أو F6، نختار المخزن مثلا المخزن رقم 2، والاستعراض الكمية المتوفرة في كل مخزن، نضغط بالسهم الأسود، ندخل الكمية مثلا 20 كيس، سعر البيع مثلا 6800 ريال، ندخل تواريخ الانتهاء. يتساءل البعض، كيف بالإمكان إظهار الكمية المتوفرة في كل مخزن؟ الجواب على هذا السؤال، لابد أولا قبل أن تقوم بعمل فواتير المبيعات أن تذهب إلى إدارة المبيعات، تهيئة النظام، الخيارات، وتؤشر على إظهار الكميات المتوفرة في فواتير المبيعات. ولمعرفة ذلك نقوم بالحفظ مثلا، والذهاب إلى تهيئة النظام، خيارات، خيارات أخرى، إظهار الكميات المتوفرة للصنف المخازن في تفاصيل فواتير المبيعات، ونؤشر عليه ثم نحفظ. فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى فواتير المبيعات، بحث F9 الفاتورة الخاصة بنا، قمنا بالتعديل. إذا ما أردنا معرفة الكمية المتوفرة في كل مخزن، نؤشر عليه، نلاحظ ماذا؟
ظهور سوف تظهر الكميات المتوفرة في كل مخزن عند التأشير على هذا السهم الأسود، والذي يوضح الكميات المتوفرة في كل مخزن. يتساءل البعض ماذا يقصد بفاتورة معلقة؟ يقصد بفاتورة معلقة أن النظام سوف يسمح بحفظ هذه الفاتورة والأصناف التي تحتوي عليها وجميع البيانات الخاصة بهذه الفاتورة، لكنه لن يسمح بترحيلها، أي أنه لن يسمح بالتأثير المالي للحسابات المرتبطة بهذه الفاتورة. قد يكون سبب جعل الفاتورة معلقة عدم استكمال بعض البيانات المرتبطة بهذه الفاتورة، عدم استكمال إجراءات المبيعات الخاصة بهذه الفاتورة، أو عدم الاتفاق مع أحد العملاء فيتم جعلها معلقة يسمح النظام بحفظها لكنه لن يسمح بترحيلها. نقوم الآن بعمل مثال بسيط حول فاتورة المبيعات المعلقة على النحو التالي. نقوم بإدخال الأصناف والبيانات، وبعد إدخال جميع البيانات إذا ما قمنا بالتأشير على فاتورة معلقة والحفظ، وأردنا ترحيل هذه الفاتورة من إدارة الحسابات، ترحيل فواتير المبيعات، طبيعة الفاتورة آجل، نلاحظ سوف تظهر باللون الأحمر، كأن النظام يخبرك توقف، هناك إجراءات ناقصة مرتبطة بهذه الفاتورة، أو أن هناك بيانات غير مكتملة في هذه الفاتورة، ولذلك الفاتورة معلقة لا يمكن ترحيلها. إذا ما أردنا الترحيل وأشرنا عليها ترحيل، نلاحظ أن النظام لن يسمح بترحيلها لأنها معلقة. لكن في حالة تم استكمال جميع الإجراءات وأصبحت الفاتورة الآن جاهزة للترحيل، ما عليك إلا الذهاب إلى الفواتير والبحث على الفاتورة بالضغط على زر البحث، ثم اختيار آجل، ثم F9 مثلا واختيار الفاتورة، ونقوم بالضغط على زر التعديل وإلغاء فاتورة معلقة، أي أن النظام الآن سوف يسمح بحفظ الفاتورة ويسمح كذلك بترحيلها. فإذا ما ذهبنا مثلا إلى إدارة الحسابات، الترحيل، فواتير المبيعات، واخترنا آجل، نلاحظ ما عادت الفاتورة باللون الأحمر، أي أن النظام يخبرك أن الفاتورة جاهزة للترحيل، سمحنا بحفظها ونسمح الآن بالترحيل والتأثير المالي على الحسابات. نؤشر على ترحيل، ترحيل، نلاحظ يسمح النظام بترحيل الفاتورة. نعود مرة أخرى إلى إدارة المبيعات، العمليات، فواتير المبيعات. يتساءل البعض ماذا يقصد بفاتورة دورية؟ الفاتورة الدورية هي تلك الفاتورة التي تتكرر أكثر من مرة. في بعض الأحيان يأتي إلينا عملاء يقوم بشراء أصناف كثيرة جدا تحتوي على كميات كثيرة وأسعار مختلفة وعبوات مختلفة، يحتاج مننا عملية إدخال هذه الأصناف وهذه البيانات وهذه المعلومات في فاتورة المبيعات وقت كبير جدا. فإذا ما كان العميل دائما وأبدا يشتري نفس الأصناف، فإننا نستطيع أن نقوم بعمل فاتورة دورية، بحيث عند قيام العميل بالشراء ما علينا إلا استدعاء الفاتورة الدورية السابقة وتنزل جميع الأصناف كاملة، ونقوم بإدخال البيانات التي نريد بشكل سريع للغاية. نقوم الآن بتوضيح فكرة فاتورة دورية على النحو التالي. نقوم بإدخال مثلا فاتورة بالآجل على النحو التالي، فنلاحظ أن الأصناف الفاتورة بعد إدخالها كثيرة والكميات مختلفة والأسعار مختلفة. ومن أجل عدم استغراق وقت طويل عند إدخال هذه الفاتورة مرة أخرى، ما عليك إلا التأشير على فاتورة دورية. نقوم الآن بعملية الحفظ. فإذا ما ذهبنا مثلا وقمنا بترحيل الفاتورة من إدارة الحسابات، فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى فواتير المبيعات،
وقمنا بالضغط على زر الإضافة واخترنا آجل، نستطيع أن نقوم بإنزال جميع الأصناف التي تم إضافتها في الفاتورة السابقة بشكل سريع جدا. ما عليك إلا الذهاب إلى هذا الحقل والضغط على F9 واختيار الفاتورة. نلاحظ ماذا؟ نزول الأصناف بشكل سريع للغاية بدون أن تستغرق وقت في عملية الإدخال. إذا هذه هو فائدة خيار فاتورة دورية. نقوم بعملية الحفظ الآن. في بعض الأحيان عند استخدام فواتير المبيعات قد تصادفك بعض الرسائل المختلفة، فإذا ما قمنا بعرض تلك الرسائل مثلا قمنا بالبحث على صنف معين مثلا تلفون آيفون 5 وأردنا بيع 100 حبة منه مثلا، نلاحظ ظهور الرسالة التالية: الكمية المطلوبة غير متوفرة في المخزن للصنف الآيفون 5. الكمية المتوفرة فعلا 68 حبة، أي أننا لن نستطيع بيع أكثر من الكمية المتوفرة فعلا. فإذا ما عدنا إلى الصنف لمعرفة الكمية المتوفرة وقمنا بالضغط على F5 وF6، نلاحظ ماذا؟ الكمية المتوفرة ظاهرة أمامكم في عمود الكمية 68 حبة. إذا لن يسمح النظام بالبيع أكثر من 68 حبة. فإذا ما أردنا مثلا البيع 30 حبة سوف يسمح النظام مباشرة. أما الرسالة الأخرى مثلا إذا ما اخترنا أي صنف من الأصناف الظاهرة أمامنا مثلا تلفون جالكسي اس 4 وأردنا بيع 3 حبات أو حبتين مثلا بسعر 300 دولار، ماذا نلاحظ؟ سوف تظهر الرسالة الظاهرة أمامكم: سعر البيع أقل من التكلفة. ولمعرفة تكلفة الأصناف فإننا نستطيع ذلك من خلال عند الذهاب إلى الصنف والبحث عن صفر صفر واحد مثل F5 و6 تلفون جالكسي S4، سوف نلاحظ أن تكلفة الجزئية الخاصة به 700 دولار والجملة 680 دولار، بينما نحن نريد أن نبيعه ب300 دولار، أي أقل من تكلفته. ولمعرفة تكلفته نلاحظ أن تكلفة تلفون جالكسي S4 120,000 ريال يمني، أي ما يعادل 600 دولار، ونحن نريد أن نبيعه ب300 دولار. لذلك النظام سوف يقوم بتنبيهك بأن سعر البيع أقل من سعر التكلفة. فإذا ما اخترناه مثلا وبعنا 3 حبات منه مثلا ب640 دولار، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النظام سوف يسمح لأن سعر البيع أكبر من سعر التكلفة. طبعا يتساءل البعض ما هو الفرق ما بين F5 وF6؟ طبعا F5 عند الضغط عليها مثلا وإدخال رقم الصنف والضغط على F5 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن F5 تقوم بإظهار الأصناف كاملتان، سواء الأصناف التي لها كميات أو الأصناف التي ليس لها كميات. نلاحظ أن تلفون جالكسي سامسونج S2 ليس له كميات. طبعا عند الضغط على F5 تظهر جميع الأصناف التي لها كميات والتي ليس كميات، لكن عند الضغط على F6 نلاحظ فقط ظهور الأصناف التي لها كميات فقط. إذا في فواتير المبيعات يتم الضغط إما على F5 لإظهار الأصناف التي لها كميات والتي ليس لها كميات، أو F6 للأصناف التي لها كميات فقط. يتساءل البعض ما هي خطوات البحث على فواتير المبيعات النقدية التي تم بيعها سابقا؟ لمعرفة ذلك ما عليك إلى الضغط على زر البحث ثم اختيار نقدا ثم إدخال رقم الفاتورة المراد استعراض الأصناف التي تحتويها أو الضغط على F9. سوف تظهر جميع الفواتير النقدية والأشخاص الذين تم البيع لهم. فإذا ما اخترنا مثلا الفاتورة رقم 8 نلاحظ ظهور الأصناف التي تم بيعها مع إجمالي المبالغ وجميع البيانات المرتبطة بهذه الفاتورة.
إذا ما أردنا مثلا تعديل بعض البيانات في هذه الفاتورة وقمنا مثلا بالضغط على زر التعديل، ماذا نلاحظ؟ تظهر الرسالة التالية: لا يمكن تعديل الفاتورة المرحلة. إذا كان لك صلاحيات التعديل في هذه الفاتورة ولم يتم إجراء أي عمليات على هذه الأصناف بعد هذه الفاتورة، فإنك تستطيع التعديل في الكميات والتكلفة. ونكرر: إذا كان لك صلاحيات التعديل في مثل هذه الحالة، يجب أولا أن تقوم بإلغاء الترحيل من إدارة النظام. إذا نخرج من إدارة المبيعات، نذهب إلى إدارة النظام، إلغاء الترحيل، فواتير المبيعات، ونحدد طريقة الدفع نقدا، ثم نحدد رقم الفاتورة بكتابتها هنا أو التأشير عليه واختيارها من هنا، ثم نقوم بإلغاء الترحيل. فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى فواتير المبيعات، العمليات، فواتير المبيعات، وقمنا بالبحث على الفاتورة، الضغط على زر البحث نقدا، نقوم بكتابة رقم الفاتورة مباشرة 8، ثم التحرك بالتاب أو زر البحث نقدا والضغط على F9 ونختار الفاتورة. الآن إذا ما أردنا تعديل هذه الفاتورة نستطيع ذلك. فإذا ما قمنا بالضغط على زر التعديل، ماذا نلاحظ؟ نستطيع تعديل البيانات والكميات والأسعار إذا تم إلغاء الترحيل. فإذا ما قمنا بالحفظ، يتساءل البعض: ما هي أهم التقارير المرتبطة بفواتير المبيعات النقدية؟ ولمعرفة ذلك سوف نخرج من شاشة الفواتير ونذهب إلى التقارير، فواتير المبيعات مثلا المبيعات الشهرية. نستطيع معرفة المبيعات الشهرية النقدية من هذا التقرير، المبيعات الشهرية، بناء على الخيارات الظاهرة أمامنا: حسب العميل، حسب الصنف، مبيعات شهري مثلا، ونختار مثلا نقدان، ثم نقوم بالطباعة. نلاحظ ظهور جميع المبيعات النقدية في شهر مايو ويونيو الظاهرة أمامنا، هذه مبيعات نقدية. إذا ما أردنا مثلا استعراض الفواتير التي تم بيعها، يتم الدخول التقارير، فواتير المبيعات، تقارير فواتير المبيعات، مثلا نختار الفواتير لفترة محددة. هناك نوعين من التقارير، إما إجمالي أو تحليلي. فإذا ما اخترنا مثلا تحليلي ودخلنا إلى خيارات التقارير واخترنا طريقة الدفع نقدا وحددنا مثلا الصندوق ريال وقمنا بالطباعة، تظهر فواتير المبيعات المباعة بالريال على النحو الظاهر أمامكم. طبعا تحليلي، هذه الفاتورة رقم 1 وهكذا بالريال اليمني. فإذا ما أردنا مثلا بعملة أخرى مثلا أو بالصندوق دولار، المبيعات دولار، نضغط على زر الطباعة، نلاحظ ظهور جميع الفواتير التي يشبه الدولار. فإذا ما أردنا جميع الفواتير، لا نقوم باختيار أي خيار من هنا، نقوم بالطباعة، نحدد فقط طريقة الدفع نقدا، سوف تظهر جميع الفواتير المباعة نقدا وبالريال، مثلا فاتورة رقم 1 بالريال، بالدولار، وهكذا. نقلب من أعلى الشاشة، طبعا نلاحظ أنها تحليلي. أما إذا ما أردنا إجمالي، فنقوم باختيار نوع التقرير إجمالي، ونختار نقدا، ثم نقوم بالطباعة. نلاحظ سوف تظهر في صفحة واحدة أرقام الفواتير، التواريخ، أسماء الأشخاص المباع لهم، والمبالغ، والتخفيض، وهكذا. إذا قمنا بشرح أهم التقارير المرتبطة بفواتير المبيعات النقدية.